لهوا نمشي لي أمير الشعراء. أمير الشعراء. نناف نطلب منك تبدأ تصور المدخل. سيرش ماذا بيا؟ المدخل بعد. المدخل متاع القصيدة ميسيرش. المدخل متاع القصيدة شوية ميسيرش. أنت عارف من كلمة مدخل أعرف القصيدة. صحيح. مديت يلا. يعطيني الموسيقى صح. نقول شعري بحرية في هالبلاد، اليوم كلامي على جهان ميلاد. الله. جربوا حلوا فامكم يا حساد، انتم في حضرة سيد الأسياد. الله. فيما برنامجها تعطينا حوال البلاد، جنابك كلادك على عارف. صحيح ساعات اخبار فيها كساد، وتاخذ ضيوف ومسؤولين وتخرج التصريحات وتنطق حتى الجماد. ربي يخلي لك العائلة والأولاد. هي منورة الصبحية وراجلها في العشوية، ويعديلها فيديوهاتها الحصرية، ويناقشوه الكرونيكورات والجمعية، وحتى حد ما يحل فمه كرونيكورات كاكاوية. حتى آية سمعتها تقول كل يوم جهان تشنية تتعدى بالسيف حصتنا من غيرها من غير هوية. اسمها جهان وهي ملكة الإذاعة، وفي حضورها ميلاد القناعة. حصتها خفيفة تتعدى كأنها ساعة، تتكلم وحدها من غير أوريات من غير سماعة. أخبار منوعة قضايا وفما شكون طاح في بلاعة، تعطينا سوام الخضرة والغلة والدلاعة. في الحصة نعدوها مش مزية، هي الدرة اللي منورة الصبحية، تخرج الحقائق المخفية وتكلم المسؤولين في الإدارات الوزارية، وتحكي زادة على المشاكل التربوية. وعلى انستغرام هطبت لكم فيديوهات حصرية. مرحبا بأخبارك في حصتنا يا لله، حتى كان فما واحد ما يحبش من الشلة وتقعد في قلب العلة، يعديك سيد الأسياد بكله. الله 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 اقسم بالله. والله على وليد برافو. والله العظيم الله يخليك عيشك. الله يخليك والله يا سفيان. من كندا بعثوا لي قالوا لي منظر قف وما عملش كيف. لا ليه ثنيت ثنيت وليد تسعيبه برشا. ليه ليش ثنيت ليه ثنيت يا سي متران؟ احنا كي نقولوا الحاجه الباهيه نحكوا عليها ولا حاجه باهيه قلتها؟ اي وقلت لنا حاجه خايبه. شنو هي؟ رديتنا كرونيكارات كاكاويه. اي وحتى ايه قعدت باش حتى باش شكون قالك نحكي لك انت الفصدخ يحكي على بيلي. انا قلنا كاكاوية. وعليه انت عليه مشيت الغادي؟ لا عليه مشيت الغادي بليل. كل واحد حر تسرسبت العائله. تفضل كل واحد حر. شوف برني مش حر الحقيقه، برني مش حر وانا زي يجوا يقراوا الصباح وياكلوا الشاميه. اصبر اصبر يلا. الملك وعنده موضوع خاص. سفيان الدهش وراه يجيك في كانت شخصيه خير. الله يهديك سفيان ما تسيبوش. كان قاعد قام بس الحيط وقالتها قدام عينينا من الصدمة شعرة لبكيت، حتى المتفرج بكينا. راني شعرة لا رديت، حسيت حاجة علي رزينة، وعلى النابينا صليت. صلي وسلم سيدنا. كيف قالت شعري كي جورجينا. حس روحي نزلك في الزيت، مزقزق كرلاج الكوجينة. اليوم لا فطرت ولا كليت، حتى البارح ما تعشينا. كريستيانو وحده في البيت، في ألفا يلوج علينا، في وذنه حاطت تلكيت، حب يسمع آية لحنينة. قاعد يتفرج مجلوط، وجهه ولا الوان الوان، ويزيد شوية في الصوت، يسمع في الصوت الرنان. كي شاف وليد البلعوت في ساعة ما بدل لانتان، قال شي يعمل هالزفلوت، جاب ربي فما سفيان. جورجينا عملت ذيل الحوت وبعثت رسالة المطران، قالت له سيب المربوط، مرت ولدك زايدة ميزان. سفيان نحب نسألك الحقيقة معناها تنجم تغزر لي؟ ياسير أما خير أما أزين أنا ولا جورجينا؟ نسهل ولدي خاطر ولدي مضروب في جورجينا. يلا تراه شوفنا المنجلة، وشكون آخر عنده تعليق في دقيقتين قبل ما نستقبله شيخ غسين العايب؟ والله شنو أحوال هالمنجلة؟
انا قضيت ماكينه نتاع شخير. الحكايه بيان سور اللي مونجيلا تعمل 5000 ولكن يبيعوا فيها ب 27 دينار شريناها ماهيش كيما التصوير جمله. حابين نستيوها ووتر ريزيست بون حطيناها برشا في الماء. شنو احوالها بارتي ترعش بارتي مازال شاد روح معناها معناها نوف العبث الالكتروني يلزم يقف بارتي هذه بالقانون اي طريقه يلزم يقف صحيح. هدره فارغه ولا شو هدره فارغه اقل من فارغه يعني فارغ. تتباع في السوق ب 5000 كالعاده. باش نلخصوا الموضوع وتو نعاودوا نطرحوه مره اخرى لابد من مراقبه. اي واحد يتاجر فهو تاجر عنده رقم عنده شكون يحاسبه شكون يراقبه بقديش بعتها قديش سومها قديش ربحك يلزم تولي البارامتر هكا مع الناس الكل الناس الكل الناس الكل